عم يوسف، وانت لما قلت الدولار ومش الدولار وهم ساعتها مش عارف عملوا وسووا وبتاع، هو انا قلت ايه؟ انا قلت اللي عنده دولار يطلعه يوديه البنك. ايه اللي عنده دولار يطلعه يوديه البنك؟ هو ده شيء وحش غريب سيء؟ لو كانت الناس سمعت الكلمتين دول وما مشيوش ورا، اللي بكره سواد هيغلى هيولع، كانش حصل حاجه. ما كانتش الناس حوشت الدولارات في الدولاب وتحت البلاطه وفي المرتبه ونزلوا باعوه في السوق السوداء، كان ودوه البنك كان فضل على سعره ال 15 60، يوم ما يقطع نفسه عشان الازمه الاقتصاديه كان يوصل له 24 5 30 يا استاذ، 31 يا استاذ عمرو. بس كان يبقى ساعتها الدولار في البنك، ما كانش يبقى في عندي ازمه في توفير العمله عبر المصارف والبنوك المصريه. لان ما حدش لا بيخزن ولا بيكتل عشان خاطر طول الوقت عمالين بنهدده وبنقلقه وبنرعبه ونقول له هيزيد والبلد بتضيع والبلد هتخرب والدنيا سواد واللي جاي اسود منه، وخلي بالكوا 23 هتبقى سنه سودة و24 اسود منها. يا دين النبي، يعني لا شايف حاجه بتتبني. انا ياما اتكلمت عن الانجازات، هو احنا هنتكلم عن الانجازات باليمين ونطلع بعد كده نسودها بالشمال؟ انا قلت ان مصر بتقدم مساعدات، بس قلت ان مصر مستنيه الاذن، او فوتت الجمله، او ذكرت على استحياء وكأنها غير موجودة. ليه؟ ليه؟ هذا ليس هجوما بقدر ما هو لوم وعتاب وجرح. أنا اتعلمت في حياتي كده، اللي بيقرب من البلد دي أنا هاكله صاحي، لو أخويا هاكله صاحي، وأنا قدها. أنا عمري ما جريت، وحضرتك عارف خالص راسي ما عليهاش بطحه، ما فيهاش خربوش، ما عنديش تناقض مبادئ خالص. عدتم عدنا، عدتم عدنا، عدتم الى الصواب على راسي، على راسي، بس نعود للصواب. لكن دي طريقة مش مفهومة، علامة استفهام كبرى. وإيه اللي خلاك دلوقتي بالذات يوسف؟ طب هو المتناقضات يا يوسف اللي أنت بتقولي عليها دي ما هي موجودة من زمان، من ساعة ما أنت عرفتني. صح. وأنا بدأت كلامي بإيه؟ أنا لا أعلق، كل واحد حر. لكن لا، ده احنا دخلنا في إن احنا بقى إيه؟ ده احنا بنضرب البلد شامي ومغربي، ده احنا داخلين بقى تقطيع وتلويش وظهرنا اتسند. احنا بعون الله ظهرنا مسنود بان احنا مصريين، وبانه مفيش على روسنا لا بطاحات ولا خرابيش ولا خربوش واحد ولا واحد. لكن احنا يعني نسند ظهرنا كده اهو، أو نظن إن ظهرنا كده هو مسنود، فنبدأ بقى كمان نسيب الأستاذ سمير غطاس يشكك في البلد؟ لا، وبعدين بقى تعالى، ده في حاجة بقى صحيحة، إيه قعدة الفصال دي؟ إيه ده؟ يعني مليون يروحوا مصر هناخد قدامهم مليار و300؟ طب ما في مش عارف ربع مليون هيروحوا العراق، بس العراق هتاخد مليار. طب ما إحنا بقى كده نوزن ونسعر، نوزن ونسعر. مصر اصلا موقف المصري ضد التهجير القسري للفلسطينيين، ضد تصفيه القضيه، ده اولا اهو، ضد التهجير القسري وضد تصفيه القضيه. الثالثه، انا ضد ان في يحصل اي تهديد للامن القومي المصري، ضد ان يحصل تهديد للامن القومي العربي. فاهم يعني ايه ان احنا هنقعد نخش في فصال احنا قاعدين في مغارة؟ هنقعد نفصل؟ الفكرة أصلا مرفوضة، مش هقولك مش مقبولة، الفكرة مرفوضة بالكلية. يا راجل يا طيب يا أمير الأمرة، ده الصهاينة بطلوا،
يفتحوا بقهم معانا في الكلام ده. الامريكان بطلوا يفتحوا بقهم، اتحط لهم خط احمر. لا يعني لا، العالم عارف الخط الاحمر بتاع الريس عامل ازاي. العالم، ما هم جربوه في ليبيا، ولما حد هوب من مصر قبلها كان في ضربه سرت. نيجي نقعد في برنامج نتكلم على مفاصلة؟ ده الامريكان بطلوا. الرئيس قال لهم لا، والكلام ما يتفتحش، يعني هنتكلم في كل شيء ونتفاوض في كل شيء، دي لا لا تذكر. كده مع الانجليز، كده مع الفرنساوية، كده مع الالمان. الاسبان موقفهم محترم قوي. الله بقى، الناس كلها بتتكلم على كم الزيارات اللي جات للقاهرة لمقابلة فخامة الرئيس، كم المكالمات التي تستقبلها الرئيس، كم التفاوضات التي تجرى مع الرئيس، عشان مصر هي الكبير والمصحف هي الكبير. لا إله إلا الله، مفيش حد أكبر مننا يا جماعة، يا أستاذ عمرو والله ما في حد أكبر. ربنا، امال هم بيكلمونا ليه؟ ما بيكلموش حد غيرنا ليه؟ ده ملفنا احنا الكبار بتوعه، وكفى. ارجوك ارجوك، كفاية بقى. اقولك بلاش مصر خالص، برنامج اسمه الحكاية، في 5000 حاجة، في 21 دولة تانية غيرنا. اسلم، افضل. انت عايز تمنعني كمصري ان انا اتكلم على مصر؟ لا يا فندم، اتكلم، قول، عبر عن رأيك، دير الحوار. بس لما حد يقول كلام زي كده، لو سمحت استخدم حقك في ادارة الحوار كصحفي ومذيع كبير جدا في انك انت تسكته، مش تسكته تخرصه. قول له لو سمحت انا عايز الدليل على ده،